كلمنا الناس قلنا من بيروينا المنطقه بالخير، قالوا ما في احسن من سعيد. شرفي يعطيك العافيه سعيد. أصلاً. انا هني جاي اتعرف على الضيف عندنا جايبينه. ايه حامد سعيد. مصر تمام الحمد لله. اخبارك انت؟ الحمد لله. انا اسمي حامد. اهلا بك. حامد سعيد المعشري وولد عمه منذر. ولد عم منذر عبد الله المعشري. هلا منذر، اخبارك؟ مساعد مالي يعني. ولازم اثنين بقى عشان نصيد بقى واضح ان شاء الله. لازم يعني واحد يمسك المحرك والثاني يرمي الشبك. وفي وقت القيام يعني نتساعد، واحد يقيم الحبل والثاني يقيم تلم الشبك يعني. يتسلون بعض كذا يعني. انتوا اصلا اصطدتوا خلاص صح ولا لسه؟ نحن كنا طالعين بالليل واصطدنا سمك يعني. ما تسوينا؟ بسم الله ما شاء الله. هذا اسم الشعم. نحن نسميه الشعم. الشعم هيو. هذا سمكة في الخور يعني نحن نصيدها. الخور يعني ايه في الخور؟ الخور يعني داخل في الماء يعني هادية. وهذا اسم الضلعة. الضلعة ايوه يعني ما واجد مسافة، هذا يعني حوالي شبيه للسردين شوية بس مش سردين صح؟ لا لا مو سردين، هذا اللي نوع نفس السردين. بسم الله ما شاء الله صح. ايوه هذا نوع السردين يعني. ويستخدم حط طعم، نستخدم حط طعم أكثر شيء. هاي كيف بس متآكل قصته؟ هذا هذا الحبار يعني ياكل المكان اللي يكون الشبك وهي متشعبط يعني الشبكة بيبدأ ياكل فيها. وصلتوا الحبار بعد ولا لا؟ لا لا حبار مرات نصيد الحبار. حلو تمام. والعوال كيف؟ العوال او القرش؟ السمك سمك القرش. انت قرش بكدينا تصطاد قرش؟ هي نحن نصيد سمك القرش. في مره انت صدت قرش؟ سيبك من هنا، انت تصطاد قرش. نحن نصاد، انا بقول لك يعني مغامره او قصه واقعيه حي بجد. نحن نحط شبك، نحن نسميه المنصب. المنصب نفس فكره القرافه. في مره علق سمك قرش طوله 6 امتار. اوف. عشان بس نثبته في مكانه، بس نقطع الشيء المهم. ويتحرك اكيد حي يعني اكثر يعني الشبك. من يوم خليناه عشان يموت. ما مات. فالحل اللي سويناه، رحنا وقطعنا الزعنف اللي فوق والزعانف اللي على الجنب. كامل زعانفه وخليناه يموت. يعني حد نزل له الميه وقطع الزعنف؟ لا لا لا، ثبتناه ب3 قوارب. عجيب. نفس هذا القياس. فكم شخص يعني؟ كم شخص؟ كل قارب يمكن حوالي 6 اشخاص. يا رب. 3 قوارب 6 اشخاص كل قارب؟ كل قارب على 6 متر. على 6 متر يعني طول القارب ده وزياده. طول القارب وزياده. طبعا. من متى بدك تصيد يا سعيد؟ انا كان عمري 15 سنه. والحين كم عمرك؟ الحين 24 سنه. حلو. والله شكلك لسه 20 ما شاء الله. ابوك كان متعلم من والدك يا سعيد؟ من والدي متعلم. يعني بالعائله عندكم هنا الصيد؟ من اجدادنا وارثنا. ما شاء الله وايد حلو. هذه وصلنا للجزر والشواطئ اللي موجوده في الخيران. حلو. عندك هذا الموقع يعني تقريبا ما بين الشهر شهرين، خاصة في هذا الجو الحين الجو البارد. تقريبا في 3 جروب جايوا عندي يعني. شكرا لك جدا والله سعيد. ما قصرت سعيد والله. احنا اتصلنا يعني. شكرا يا منذر. عليك ما قصرت. شكرا منذر. عاد رد على البر الحين شاطي. هنرد على الشاطي. يلا بسم الله. ارجع. جزاك الله خير يا سعيد، يعني مثل ما قالوا ما قصرت معانا. الشرف لنا، شرفنا معرفتكم. يعطيك العافيه. حياكم الله. هاي حامد. شكرا يا سعيد جدا والله. حياك الله. بجد رحله جميله معك. شكرا لك. تفضل. عجبتك خيران يعني؟ والله خير المكان وخير الناس ابو خيران. شكرا جدا. طيب سعيد. يلا مع السلامه. تفضل في وقت ان شاء الله. حياك الله. طبعا شم ريحه السمك يا حامد؟ ريحه طازه حلوه، مش ريحه سمك اللي تشم دايما. هو البحر هنا يمنا والصيادين الصبح يبون السمك طازه. وعندك سمك العمانيه الكنعد والسهوه والجذر والعوال. لا انا اصعبتيها علي يعني، انت اللي اشوفهم يبقى افضل لي. لو واحده واحده كده نعرفهم. اجي قدامنا نشوف. طيب يلا تفضل معي. يعني يبقى واحده واحده بحس ان انا هو احنا احتس يمكن صغار نيه السوق. بس فيه ان شاء الله تنوع واضح في الاسماك.
الاسماك. هذا هو العواد. انا بسمعك على فكره الصوت عالي قوي. ها دي سني ما شاء الله. بص السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الحمد لله. الله يسلمك. على اسماء دي عمي من مصر. في دي عارف الاسماك العمانيه من مصر. اي نعم. هل اسمه كنعان؟ كنعان. لا كنعد. هي كنعد. كني كنعد. اه وهذا كنعد. ده برضه كنعد. ده كنعد. هذه سهوه بس دي نوع كبير من ده يعني. ها شيء اكبر من هذا. شيء اكبر من هذا بعد. شيء يجي 80 كيلو. ما شاء الله. ما شاء الله. هي نعم. هذه سهوه. هو اللي سادهم. عمك تراعي بحر الصيد قبل صح؟ اي نعم صيادنا. من يوم خلق لحد الان بعد منهم تصيد. عجيب. اي ان شاء الله. وكيف البحر عندنا؟ الحمد لله. خير البحر في عمان. الحمد لله موجود. السمك. السمك موجود الحمد لله. من اي صيده يعني؟ من كل صيده موجود. وتطلع من الفجر. اي نعم. هاي في الفجر جايبينها. نطلع الفجر والساعه 10 8 9 تجي. كلها الاسماك موجوده. الحمد لله موجود. حضرتك سعرها كم دي؟ معلش يا نور انا اسف. هذا سعره 20 ريال عماني. ولا بالوحده؟ لا لا نبيع بالوحده الحين. 20 ريال. 20 ريال عماني هنا. 50 دولار تقريبا. ايوه. هي الكنعد. وهذه السهوه. السهوه. سهوه. وهذه الصدر. وهذا الجيدر. وهذا الجيدر. احنا نبي اكثر شيء ناكل الكنعد والجيدر. ايوه. والسهوه بعد حلوه. هو احسن. احسن صدر هذا هو الكنعد. الجيدر. اي نعم. بالعافيه. نعم. عاد في شيء من نوع ثاني. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا وياك. لا لا الله يخليك. بصي بصي هنا اللي هنا كمان. بصي انت ماشيه بصي كمان. حاجات. بصي الجمال. سبحان الله. بصي السمكه قد ايه. دكتور. ان شاء الله اسماك على طول. ده الناجي اللي عرفته موزه. السلام عليكم. وده اسمه وقار عندنا. وده بقى السردين اللي موجود فيه التونه والسردين. سمك عظيم يعني بحبهم جدا. وصلنا الحين يا حامد لجامع سلطان قابوس الأكبر. الله. في محافظة بوشهر. بوشهر؟ بوشهر. إيه. براويك المكان. إيه روعة صدق روعة. صراحة مكان مبدئي كده من برا مريح جدا وشكله رائع. من هنا. الجامع نفسه يا حامد تحفة معمارية. ونبنى على طراز الجامع الأموي في دمشق والجامع القيروان في تونس. بيشبه فعلا القيروان. حاجة مميزة جدا. تفضل من هنا. طبعاً بالإضافة للمصلى عندك صحن المسجد مفتوح على مذهل على السماء. جميل جداً. زهور وطيور وشمس. ويكفي 8000 مصلي. بيستوعب 3000 مصلي؟ 8000. 8000. الله. مثل ما تشوف يا حامد وصل المسجد. والعمارة الإسلامية هنا واضحة بس طريقة حديثة. بصراحة المكان رائع جمال وفي كده فخامة ومساحات كبيرة كمان. هي بهاء. هي من أكبر مساجد في السلطنة. جامع السلطان أكبر. واضح كده. واضح. مش في السلطنة بس في أماكن كثيرة. لما أمر السلطان ببناء المسجد كان في باله فكرة إنه تكون طبعا بالإضافة إلى المصلى بيكون مكان تجمع ثقافي وحضاري وحتى الحوار الأديان. فتشوف يوم كثار من الخارج بروفيسورية يلقون محاضرات في حوار الأديان. ممتاز. حاجة رائعة. بس المنظر احنا كده لسه برا المسجد. أمال جوه المسجد عامل إزاي؟ لو تبي نروح تشوف الحين. مذهل مذهل. سبحان الله. صورة كده. ده بقى له كم سنة نور؟ هاي افتتح في 2001. 2001؟ إيه. بناءه أخذ 6 سنوات. حاجة رائعة. إيه. ده أنا بحسبه قديم يعني. أنا تصورت إن هو تراث قديم. إيه. والله كويس الواحد ما اعتمدش على الماضي لازم يعمل حاضر. بالضبط. متميز جدا. براويك الداخل بعد أجمل منه. شوقتيني والله. تفضل تعال. الله الله يا نورة. ده ايه ده؟ ايه الروعة دي؟ انا شفتها كم مرة بس بعدين انبهر فيها. الثريا اكبر ثريا في عمان. انا مش منبهر. انا مخضوض زي ما بيقولوا كده بالمصري. حاجة مذهلة. وبعدين ما قلت لك عن السجادة. ترى كلها قطعة واحدة. انهي سجادة؟ اللي نمشي عليها الحين. الحتة دي ولا كلها؟ كلها قطعة واحدة. لا لا مستحيل. لا مستحيل يا نورة مستحيل. دي كبيرة جدا. والخشب. استنى صور بس السجادة. تفضل. بس أقول لك معلومات نحت حرفين عمانيين وأجانب. دي أجمل نقف شفتها في حياتي.
عندنا في عمانيا حامد تنوع وتسامح مذهبي وديني ثقافي جميل ومميز جدا. فعندك المسلمين بكل مذاهبهم، عندك المسيح، عندك الهندوس، يعني ديانات كثيرة، كلنا عايشين الحمد لله في سلام وأمن. أنا لاحظت فعلا تنوع عرقي، حتى أجناس مختلفة وأعراق مختلفة كثيرة جدا. ربنا يحفظ البلد يا رب دائما على خير. الحمد لله كلنا في عمان عايشين وكل واحد محصل حقوقه الحمد لله. الحمد لله يا رب. ايه. الحمد لله. كمل؟ يلا بينا. اوكي يلا. وهنا يا حامد متحف غالي للفنون الحديثة. هو امتداد لمطرح نفسه بين مطرح ومسقط في المنطقة العريقة. حلو قوي المكان ده. ده ده كله يعني فنان او فنانوه اللي رسمه ولا لا؟ هو 100 لوحه يعني، 100 فنان تشكيلي من عمانيين وغير عمانيين، دليل وطني تنويع يعني. اي والمبنى نفسه هو عباره عن بيوت عمانيه قديمه كانت موجوده في المنطقه. اي نعم، ففتحوه على بعض وسووا المتحف، وبداخله طبعا في اشياء كثيره تعود للاشياء العمانيه الاصيله. حلو براوك اياها انت خدها. حلو قوي المكان وحلو قوي اللوحات اللي برا. تفضل معي. اوكي يلا. وهنا وصلنا يا حامد لغرفة العروس. غرفة العروس في بيت جوزها ولا بيت؟ لا هي قبل ما تتزوج تجهيزات. فتشوف هنا عندك كل الأشياء. أيوة. عرفت الهدايا والحنة. تجهيز العروس. ومرشات الماي الورد بالضبط. ألوان جميلة جدا. والذهب الكثير طبعاً. المعرس أو العريس. العريس. إيه بنخسرة قبل العرس. مش الهدايا إيه بالضبط. والألوان طبعاً أهم شيء عندنا الألوان الزاهية. جميلة جدا. هاي الطابع العماني، نحب الألوان. ممتاز ممتاز. واحتفالاتنا تقريبا اسبوعين قبل العرس نحتفل. يا دوبك عبال ما يحاول يجهزوا كل ده. بالضبط. نكمل؟ يلا بينا. اوكي. وكذا هاي كان البيت الأول يا حامد. مميز جدا على فكرة. ونمشي على البيت الثاني هنا. هذا كله بالممرات ما بينهم بعض. مربوطين. اي نعم. ممتاز. الغرفة هذه حامل غرفة مميزة. تحكي قصة رجل اسمه مصبح. مصبح؟ إيه. هاي اسم عماني. والاسم أو الشخص هذا مثال لرجال كثيرين. صورته هناك هي. إيه. كانوا عايشين في قرى بعيدة واتجهوا لمسقط بحثاً عن رزق. مسقط كانت هي مثل بسبب المينا وبسبب موقعها الاستراتيجي كان معظم البضاعة والأعمال كانت تكون هنا في مسقط. نموذج الراجل اسمه مصبح. مصبح ده النموذج الاصيل في اي دوله، الناس اللي بتشقى وتتعب وتسافر. إيه. عشان تعرف تعيش. بالضبط. فحاجه رائعه حق اهله. فطبعا ياب اهله وعياله بعد. طبعا شيء عظيم. فتشوف من كل شيء يعني شيء بسيط يابه معه. جميل. بين الغرفه العمانيه عندك شيء؟ قولي. الفنان التشكيلي يوسف النحوي كلمته راسم برا لوحه. عندنا لوحه بعد. صح كده صح. فبكلمنا عن الفن التشكيلي في عمان. حبيت يا ريت ناخذ منه فكره. تفضل. يلا بينا. في حاسب يوسف. اهلا وسهلا. الله يسلمك. الله يعطيك العافيه. نورينا ما شاء الله. يعطيك العافيه. قلت لك الضيف اليوم من مصر. اهلا وسهلا. معك حامد. هلا والله. اهلا وسهلا. كيف انطباعك عن المتحف اولا؟ حاجه رائعه يعني انك تدخل في تفاصيل البلد وتعرف الناس عايشه ازاي، تعمل ازاي، طريقه حتى العروس بتتجهز ازاي، يعني تفاصيل انا عمري ما بتتخيل اعرفها وانا جاي على مدينه من بره كده. لكن المتحف وفر كل حاجه في مكان صغير جدا بشكل شيك قوي بصراحه. ما شاء الله جابتنا متذوق فني. لا ما شاء الله. وايه لا هم العمانيين فنانين بجد. الله يسلمك. الله يسلمك. سعيدين كثير بحضوركم اليوم، شرفتونا. الله يسلمك. احب غني اعرف الفنان التشكيلي فالمتحف شنو يعني لك؟ المتحف سيدة غالي طبعا هذا جزء اساسي من الحركه التشكيليه ويدعم الحركه التشكيليه. فتح حديثا 2010 وفتح بصوره قويه انه يساعد الفنان التشكيلي في انتشاره في نشاطه السنوي في اقامه بعض المعارض. خبرنا عن الفن التشكيلي في عمان عامه بشكل عام تاريخه وحقيقه. يعني اذا نتكلم عن الحركه التشكيليه العمانيه من 1970 طبعا سنوات مش عام النهضة. اي عام النهضة مش سنوات كبيرة بس قدرنا ننجز اشياء كثيرة. دخلنا يعني مؤثرين في الحركة التشكيلية في عمان وخارج عمان حتى الدولية، مؤثرين مميزين. تحصلوا على جوائز. نحصل في جوائز الحمد لله. يعني انا دخلت موسوعة جنيس اكبر عمل لصاحب جلالة في الرخام. الرخام العماني. جميل. وعملنا في البحرين. الله. 8 متر في 5
ونعرض في الفنانين الألمانيين بأوروبا في ألمانيا. نعم. وسمعت لقيت حصلت جائزة هالسنة. حصلت جائزة السنة الماضية. آخر الشهر شهر 11 تقريباً في الجمعية الفنية التشكيلية. المعرض السنوي للفنانين التشكيلية. جميل. في أصلاً لمسة فنية المكان اللي إحنا فيه مكان المتحف. ومطرح مطرح اي نعم في روح يعني فيها فن فيها الله يسلمك الشوارع والبيوت هو هذا اللي خلفوني على ايتها الفن التاريخ هو اللي في مصر نفس الشيء الله على مصر احنا الله يخليك الله يسلمك ما تقصر والله احنا سعيد اليوم ما شاء الله نزلتونا وضيف عزيز علينا ان شاء الله اقول لك شكرا استعدت كثير ليش ما نروح ناكل مع بعض نتغدى مع بعض يعني كفايه بقول لك الاقيني ولا تغديني لا هي مش مقصره والله شكرا جدا ولا سعيد شكرا جزيلا شكرا جدا حلو المكان اول مره على فكره اي تدري يا حامد عندنا متاحف كثيره في مسقط بس هالمتحف اقرب لقلبي لاني من سكان مطرح على فكره ولمسني برضو اكتر لان دخلت يعني عرفت تفاصيل الواحد ما بيعرفهاش لما بيتفرج على اي مدينه من بره فده مميز جدا تفضل يا حامد وصلنا لليالي الأصالة والمصممة الأزياء هنا اسمها سماح الوهيبي وهي عزيزة علي صممت عبايات بقى وصممت أشياء كثيرة بتشوفها بالداخل طب يلا أول شيء نرحب فيكم طبعا في عمان بلادك الثانية ورحب فيك في أصالة وبنورة بعد العافية بس ما أنا قلت إلا عارفة على تجربتك في أصالة وفكرت المسابقات اللي عندك يعني كيف بتستانس عليها أنا بتقولي في حاجة مختلفة يعني أنا تصورت الأول إنه يكون مكان زي أي مكان لتصميم الأزياء التي لا في حاجة مختلفة فعايز أعرف إيه المختلف هو يمكن إحنا شوية مختلفين عن بقية دور الأزياء إن إحنا ننظم مسابقة سنوية فهي فكرة الأصالة كلها دمج الحضارات فمن خلال هالمسابقة نستقطب طبعاً مجموعة من المواهب في عمان لوكالي ونحطهم في هذه المسابقة اللي هي دمج الثلاث حضارات كل سنة نختار ثلاث حضارات مختلفة لأننا بالنسبة لي مصمم الأزياء أو مصممة الأزياء أنه ما بس دمج ألوان أو دمج قصات أو نتابع شف الموضة لا أنا بالنسبة لي المصمم لازم يفهم الكلتشر طبعا أعطي مثال على الحضارات اللي أوكي إحنا لما بدينا طبعا بدينا أيوة في 2006 بدينا بعمان الهند والمغرب حلو ليش؟ لأنه هي هذه الحضارات اللي فيها أكثر تطاريز مثل ما شايفين فيهم الرسم على الرسم ويهتموا كثير بالتطريز فتشوف النقوش والتطاريز تعملي يعني دمج ما بين ثلاث أرواح بك عندكم دمج لحضارة مصر؟ سوينا في 2009 في 2009 دمجنا ممكن جبت بس الفراعنه كالعاده لا ابدا كان واحد من الشروط انه ما يكون في فراعنه لانه بالنسبه لي ان المصممه هي اللي تبحث عن الشيء اللي الناس ما تشوفه بكثره يعني مثلا لما اجي اتكلم عن حضاره مصر حضاره مصر حضاره غنيه وقديمه يعني ما اجي اقول اوكي هم فراعنه وبس مصر فيها المماليك وفيها 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 كثير من الحضارات اللي مرت عليها فدمجوها بالعماني ولا بالعماني بالاسباني طيب سمح انت عمانية فتواجه صعوبة في المشاريع للنساء العمانيات مع البنات يعني أو مع حتى مع نفسك يعني مع تجربتك نفسها شوفي بكون صريحة يعني ما في مشروع يبدأ بدون صعوبات يعني اللي يقول ليش إن أنا مشروعي ناجح من أول يوم مثلا يعني هلو خليكم واقعيين النجاح لازم النجاح لازم يكون مرتبط بتحديات مرتبط بتجارب ممكن تكون فاشلة أحيانا ما خلينا ما نقول فاشل لكن يمكن كل التجارب بيكون فيها ups and downs عايزين بقى نتفرج بقى على الحاجات المكان والموديلات المتحدة. ايه تروينا يا سماح اكيد وانا كثير متشوقه انكم تشوفوا عايزك تدبسيها كده في 4 5 ساعات على يلا تفضل تفضل اوه سماح هذا هو دمج الحضارات ايوه بالضبط طبعا هي مثل ما قلنا حضاره البرازيل وعمان وكازاخستان حلو والشيب هذا ماخوذ من الأورتا في كازاخستان حلو والتحت العماني صح؟ والعماني البارت العماني والبرازيلي ايضا فالمصممه كانت من ضمن المسابقه من ضمن هذه المسابقه حلو. وهذا شنو هي خبرين عنه اوكي هذا ماخوذ طبعا من الموسيقى طبعا ايوه هي صممت باستخدام المفتاح الموسيقي صوتين ايوه صول في ديزاين الموسيقى اوكي حلو وايد بالضبط فهي حبت ان يعني توصل الموسيقى العسكريه بين الثلاث حضارات حلو وايد ما شاء الله تمام شوف بعدين يا تفضل شكرا سماح
السلام عليكم. اهلا نورا، كيف الحال؟ ايوه ايوه موجود، انا عند دوار قصر البستان. اوكي انتظركم هنا. السفينه على يسارك يا حامد هي سفينه الصحار، شفتها؟ معروف هي معلم من معالم مسقط، بس راحت على الصين في الثمانينات، فهي رمز الصداقه العمانيه الصينيه. انتوا اصلا مشهور عمان قوي بالسفن وبال صح. بالترحال في البحر كثير. إيه عندنا خاصة إنك عندنا أسطول بعد من زمان. في الجنوب عندنا في منطقة اسمها صور، معروفين هناك بصناعة السفن. حلو قوي. وبدك عليها إن شاء الله أحمد بتشوف ال. ممتاز والله فرحتيني جدا، أنا أصلا عاشق للسفن وصناعة السفن بحبها جدا. خلاص بتشوفها يعني مباشر. ممتاز. إن شاء الله مع أحمد. أصلا قربنا لأحمد خلاص. يجربه هو. حلو. السلام عليكم. كيف الحال؟ كيف الحال؟ مرحبا. هاي حامد. كيف الحال؟ ايش اخبارك؟ احمد اخبارك؟ عليك. سمعنا كثير عنك من نورة. وهي كمان والله حكيت لها عنك كلام كثير حلو يعني. فعلا هاي التقيت فيها الحين اخيرا، احمد العامري مهندس معماري وصديق لنا من ايام الجامعة. ايه وانا عم بي صديق يعني. ما يقصر. ان شاء الله احمد مجهز الجدول؟ ايوه طبعا نطلع من هنا بنروح صورة اوريك صناعة السفن. الله عليك. طب بص احنا بس عايزين نعدي نوصل نورا البيت والفندق وغير هدومي لان من الصبح مطلع عيني لف ف خلاص ما عليه فهمني معلش بقى روحنا بس نكمل الكلام في السياره. طب يلا خلاص يلا. هنا يا حامد وصلنا لاقدم مصانع السفن عندنا في صور، ومثل ما تعرف يعني عمان لها تاريخ قديم يعني في انا اسمع دائما عن صناعه السفن وعرف انها مهمه جدا عندكم. ايوه لكن الحين يعني صناعه السفن عندنا خفت يعني بسبب التطور وكذا والناس كلها شافت شغلها، بس الحين كلمت صاحبنا سبيت الغيلاني وهو يعني واحد كان صانع سفن سابقا ويعرف فيها الحين وقف الموضوع اللي بيحصل ايه والدنيا راحه فين. ايوه فعشان يكلمنا عن السفن تعال نشوف. يلا بينا. منظر الشجر اصلا ده انتوا جايبين السفن من بدايتها خالص. ايه لازم السفن القديمه يعني مصنعه بالخشب مثل ما تعرف. الله المنظر ده مصنع بجد بقى يعني محترم. سبيت كيف الحال؟ الحمد لله. ايش اخبارك؟ اخبارك انت؟ تمام الحمد لله. وصلت؟ اي نعم. يا مرحبا يا عماد. مرحبا بك يا عماد. شوف عندك ضيف. هي معنا هذا حامد جاي من مصر وجا زياره هنا عمان. بلدنا الثانيه مصر. سبيت. يا مرحبا نتشرف. الله يكرمك يا رب. فجانا من مصر هنا يعني يتعرف على العادات والتقاليد في عمان والناس كيف كانت تعيش قبل والحين كيف تعيش، وكنا يعني نتحدث عن السفن وكذا وجينا نقطة انها قلت يعني خفت صناعة السفن يعني وصارت يعني صغيرة، تغيرت صناعتهن وتغيرت السعي مالهن الى يسعن الى برا، فاصبح الحين كل شيء قريب، كل حاجة بقت قريبة خلاص، طيران وهكذا، وصار يسموه جدول جديد. البعيد كان علينا الحين اصبح قريب، واصبح عن سالفة السفن، فإن السفن اصبحت ايش مالها حد، مش تجارية زي زمان. ايوه مثل الاول، ولا اول لا اول احنا عيوننا واكلنا وشربنا اهم شيء السفينة. امال بتصنعوا ده ايه ده بقى الناس اللي لسه لها مزاج في القديم الخشب وكده. هذا الحين احنا بقى نذكر الماضي. نذكر الماضي يا عم عملي شوي ما بلي هناك. بس عمان اللي انا اعرفها اسمع عنها طول عمري زمان يعني اتعرفت بفضل السفن يعني كانت معروفة عمان
ودور عمان في الخليج العربي وفي المحيط بالسفن؟ يعني انتوا صنعتوا عمان زمان. صنعنا عمان وعمان صنعتنا احنا، لكن كله بالسفن البحر، والسفن تسعي في البحر واحنا سعينا من البحر اغلبيتها. كنتوا تروحوا بعيد بقى ولا؟ نروح بعيد، نوصل الى افريقيا، نوصل الى ايران، نوصل الى الهند، نوصل الى اليمن، نوصل الى الصومال. هي كيف صنعوا السفينة عم زبيت؟ يعني بدايتها ازاي؟ تعملوها ازاي؟ طرقها؟ بدايتها من الخشب، من المسامير، احنا نسميه مسمار، فهمت ولا لا؟ الخشب انواع، في خشب يسموه السدر والقرط، هذا اشجار في الوديان. الاشجار هذه يقصوهن يسووها حق ضلوع السفينة. ضلوع السفينة؟ ضلوع، احنا نقول شلمان. احنا بكلامنا نسموه شلمان. على تشبيهك انها ضلوع، انت واضح. أيوة. يعني السفن تبقى عبارة عن الاضلع ديت. ايوه هذا يجيبوه من الاشجار، الاشجار القرط والسدر. اما اللوح لا، اللوح نجيبه من الهند ما شاء الله، ونشرح فيه عشان نستحمل المايه شويه. ايوه لوح نمونتين، في ساي وفي بنطي. احنا نستعمل اكثر شيء للبحر الساي. كلها من الهند؟ كلها من الهند، ما في لوح يجي من مكان، فهمت؟ يسموه ايش؟ الساي، الساي قاوم في البحر. عم زبيت والدك برضو كان، الوالد يعني كان شغال في نفس المهنة برضو؟ نعم، أبوي كان شغال في نفس مهنة السفن، وسافر إلى أفريقيا، معنا مسافر هو، حال حال المجموعة، عيب الجو هناك وهاجر. وقعد هناك خلاص. وجلس هناك. لكني في الوقت اللي راح هو، إيش بقول لك؟ أنا ليس أحفظ، بعدني في بطن ماما. ما شاء الله، لسه بيبي يعني. ايوه. وبعدين من كبرت سالت وين ابوي، وين ابوي؟ قالوا لي في افريقيا. كبرت وخليت شيء في قلبي ووصلت الى وصلت له، وصلت عنده وعشت عنده تقريبا 5 سنوات هنا، وبعدين رديت الى عمان. الله يديك الصحه والعافيه. رجعت لصور بقى. اللي صور استاذ بيت، يعني طولنا عليك، اشكرك جدا. ايوه عمي، بنسير عنك. استريحوا معنا. لا لا لا، استريحوا، بنسير خلاص، الدنيا هتظلم. بنسير احنا بعد ما مسقط خط طويل. احنا بعدنا ما مرتاح. لا لا لا، بنصير احسن. زين بتعشوا معانا ولا شيء؟ عذرنا على الازعاج. الله يخليكم، خير مقابله طيبه. ان شاء الله نلتقي بخير. شكرا جدا. شكرا، السلام عليكم. مره ثانيه ان شاء الله نلتقي. عمان، الماضي والمستقبل. العمانيين اللي صنعوا مراكبهم بأيديهم وركبوا البحر وقدروا يوصلوا للهند والأفريقيا والحد الصين. اليوم كان جميل جدا، يضاف للأيام الجميلة اللي بتفاجئ فيها بعظمة أمتنا العربية، ومتأكد إن بكرة هتكمل الصورة في عيني أكتر.